لدينا حالتين من الفساد الكبير. الأولى تم استرداد طبعاً 15 مليار دينار بموجب هذا الصك. هذا المبلغ من أصل 69 مليار دينار كان نتيجة خلل وفساد إحدى دوائر وزارة التجارة عندما وضعت المبلغ المذكور في أحد المصارف الأهلية خلافاً للضوابط، بينما لديها حساب في مصرف الرشيد الحكومي، وبالنتيجة وضعت المبلغ في مصرف ليس لديه إمكانية وأموال، واستحوذ على المال واستخدمه في عملياته الاستثمارية. وعندما تم مطالبته بالمبلغ وجد أن المبلغ غير موجود، وبنتيجة التحقيقات والتحريات واتخاذ الجرات القانونية تم الوصول للمال وأجبروا على أن يعيدوا المال، وتم إعادة الجزء الأول وهو 15 مليار دينار عراقي، وسيتم إعادة بقية المبلغ تباعا إن شاء الله.